نموذج مشرف جدا، نموذج بيرسل رسالة طمأنينة للشباب المصري والشعب المصري عموما. إذا كنا فعلا بنشوف الشغل، بنشوف الاجتهاد، بنشوف التغلب على المصاعب، ده اللي بيقوم بيه المسؤولين حاليا علشان نقدر إن احنا نبني بلدنا مرة أخرى. معانا سيادة اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل المشاهدين البرنامج. أنا طبعا بحيي حضرتك على هذا المجهود اللي احنا تابعناه امبارح معاكم في محافظة الإسماعيلية. متى متوقع ان احنا ننتهي من قرية الأمل لضخ فرص عمل للشباب ولضخ التنمية داخل منطقة سيناء؟ اديني بس فرصة اقول لحضرتك ان المشروع اللي بنتكلم فيه ده كقرية الأمل هو متوقف من 2002 تقريبا. ايوه فندم. يعني انا بتكلم دلوقتي في 12 سنه. ايوه. عوامل الطبيعه والتعريه والرمال وخلافه غطت المشروع كله، يعني الوحدات السكنيه يمكن حضرتك شفت معانا امبارح بعض الوحدات لسه في رمل حواليها ولسه غرقانه من فتره كبيره اتنست واهملت. فعلا. الأراضي اللي المفروض مخصصة للزراعة كان في تعديات من 3500 فدان على حوالي 1000 فدان. احنا إذا كنا طهرنا ال 200 فدان اللي هيتعملوا صوب لسه قدامنا مرحلة تانية جاية عشان نطهر هذه الأرض الأول بالتفاهم، لأن دول أبناء مصريين مهما كان أخطأهم، وبعد كده يبقى لنا تعامل تاني بالقانون إن شاء الله. إن شاء الله. ونرجو إن احنا ما نلجأش للقانون إلا في أضيق الحدود. ارض مصر وارض بتاع الحكومه ولازم هترجع للدوله. فعلا. ده اللي بوجهه لكل من حط ايده على فدان او على سهم من هذه الارض. طب اكيد عند حضرتك بعض المقترحات لحل مشاكل الابناء المصريين دول ايضا، نقلهم اماكن اخرى، توفير فرص عمل بديله. احنا لنا مقترحات للناس دي وبنعيشها دلوقتي مع السيد وزير الزراعه والسيد وزير التخطيط، لان في منظومه هتتعمل لهذه الصور بالاضافه لتوزيع الارض الزراعيه اللي كانت مخصصه لشباب الخريجين وصغار المزارعين. ايوه. بمشيئه الله خلال 10 ايام او 15 يوم من النهارده هنعمل القرعه العالميه لكل المتقدمين عشان نختار الاعداد او ننتقل الاعداد اللي هي هيتخصص لها هذه المساحات ان شاء الله. بعد هذا الكلام بمشيئه الله هيبقى لنا كشف على هذه الاسماء. في حد منهم موجود زي ما بقول لحضرتك بنتكلم في 12 سنه. أيوة. يعني في ناس سافرت وفي ناس غيرت حياتها وفي ناس نقلت من الاسماعيليه وفي ناس موجوده، كل ده واحنا بنعمل قرعه هيبان، وبالتالي احنا هنعمل قرعه للعدد المطلوب بالإضافة ل 10% وزيادة لتغطية الحالات اللي هتكون مخالفة. النهاردة وزارة الزراعة حاطة مخطط دقيق جدا بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية. يمكن معانا مش عايز أقول لحضرتك إن وزير الزراعة جالنا خلال هذا الشهر مرتين. حصل. عشان يراجع ويشوف إيه اللي بيتم. الجهات بالكامل سواء كانت تنمية عمرانية أو استصلاح أراضي أو تنمية سينا الكل بيشتغل في اتجاه واحد. وحضرتك كان معانا امبارح المحققين الخاطئين بالبرنامج عند حضرتك وشافوا حجم العمل اللي بيتعمل، مش عايز أقول بنفس إرادة المصريين اللي بيشتغلوا في قناة السويس الجديدة، في قناة جديدة بتتعمل في المكان ده، بنطهر الترعة الرئيسية، بيتعمل تطهير لكل الروافد بتاعتها، بيتعمل تطهير للمكان. جهاز التنمية العمرانية كان عامل نموذج امبارح لوحدة سكنية بيستكمل من خلال شكل يليق بالمواطن اللي يقعد فيها، سيراميك ودهان و عادي يعني على ادق التفاصيل، كان فيه اهتمام بيها فعلا. طبعاً لتنفيذها. طبعا يمكن حضرتك شفتوا معانا الكلام ده امبارح. احنا خلال الفترة اللي جاية وطبقا للمخططة ان شاء الله وزارة الزراعة مع وزارة التخطيط، المستهدف ان احنا ننهي هذه الاعمال خلال 3 شهور
عشان نقول ان قرية الامل بقى فيها امل فعلا، عشان ندي لاولادنا من جديد المكان اللي يقعدوا فيه ويشكلوا مجتمع جديد. برضه مستهدفين ان احنا نعمل خدمات قريبه منهم زي التعليم والصحه وخلافه، يبقى جنبه الحيوانات اللي بيربيها، جنبه الدجاج والفراخ وخلافه، جنبه ايضا وسائل تعليم اولاده والمحافظه على صحتهم. يا رب ان شاء الله ننجح خلال الفتره القريبه القادمه بمعاونه السيد وزير الزراعه والسيد وزير التخطيط ومجلس الوزراء عموما في دفعه لينا، وننهي هذا العمل ان شاء الله باذن الله. طيب معالي المحافظ، محافظه اسماعيليه من المحافظات المهمه جدا، انا عارف ان في مشاريع اخرى كثيره بيتم العمل فيها، ولكن عايز حضرتك تديني صوره سريعه عن مشاريع الاسكان عموما في محافظه اسماعيليه، لان احنا عارفين ان هذا التوقيت في بعض المشاريع التي يتم طرحها. احنا امبارح كنا بنفتتح المركز الحرق، بالإضافة لرئيس هيئة الطب البيطري ورئيس جهاز التعمير. عندنا مصنع تدوير القمامة اللي بننتهي منه، عندنا أكثر من ميدان بيعاد تأهيله وتطويره. بالنسبة للإسكان، وهو كان الشغل الشاغل برضه المحافظة، كان توقف من 2005. في مشاكل عديدة وفي تهدير للمال العام وخلافه، احنا اقتحمنا هذه المشكلة بدفعة قوية جدا من السيد مهندس ابراهيم محلب وزير رئيس الوزراء، والنهاردة مع وزارة الاسكان ومع التخطيط وزارة التخطيط بنعيد تأهيل العمارات اللي كانت متوقفة في المستقبل وفي المراكز بالكامل عشان التمويش. بدأنا نسلم الوحدات، ويمكن مش قادرين ننتظر لان الشباب انتظر كتير. ايوه فعلا. فبالتالي اللي بنسلمه بنسلم 100 وحده اللي خلصت. مقاول سلم على طول بنسلم الوحدات بتاعتها. مش بنسلم الوحدات وبس، ده احنا بنسلم الوحدات وبنشوف الترفيه. لو حضرتك كنت دخلت المستقبل من فتره كنت هتلاقي ناس واخده من العمود العمومي ومدخله على شقتها. ايوه. ناس واخده من ماسوره عموميه ميه ومدخله على شقتها. كل ده بنقننه دلوقتي مع مجلس المدينه وبياخد جوابات قانونيه عشان يتعامل مع الدولة من خلال قنوات شرعية محترمة. جميل. بمشيئة الله أيضا عشان يسمعوني أهالينا اللي موجودين في عمارات الكوكولا، قريب قوي وقبل نهاية السنة هيكون بيتحفر في مكان العمارات اللي تهدد، عشان نبني لهم أبراج جديدة يسكنوا فيها وأبراج حضارية محترمة توفر ليهم الحياة الكريمة إن شاء الله. برضه بننتهي من 4 عمارات بتحسين لك حوالي 4 مليون، وتم التوزيع على 4 مليون من السيد رئيس الوزراء ومن وزاره التخطيط، وفي الطريق ان شاء الله القوات المسلحه بتنهيهم. العمارات الاولى بالرعايه بننهيها بارض برضه، وخلال فتره قريبه جدا هنسلم في المراكز الاولى بالرعايه، يمكن خلال احتفالات اكتوبر هنسلم برضه حوالي 300 وحده سكنيه لأبناء مركز الإسماعيلية من اللي كان متأخر من فترة طويلة. أنا بقول بس لأهالينا يعني واحدة واحدة وانتظروا، لأن احنا بنعاني من مشاكل تمويل، بنعاني من مشاكل مع المقاولين اللي هم استحقاقات ومش عارفين نسددها، لأن التمويل مفيش ومش هقول لك هات عشان ندفع. أيوة. لأن أنت دفعت قبل كده وخدت وعد من الحكومة بأنها تديك، فبنقنن هذه الأوضاع وإن شاء الله ربنا يقدرنا وفي انفتاحه في هذا المجال ان شاء الله. سياده اللواء احمد القصاص محافظ الاسماعيليه، انا بشكر حضرتك على هذه المداخله، ونتمنى نبقى في تواصل دائم علشان تبقى نافذه مشرقه من داخل محافظه الاسماعيليه على ما يتم هناك من مشاريع، من نظره الى ابناء هذه المحافظه. انا بشكر حضرتك مره اخرى يا فندم. احمد بنشكر حضرتك واهلا بيك في اي وقت. شكرا يا فندم.